الجزائري، وإذا الجزائر معروفة بحضارتها ومعروفة بثقافتها ومعروفة بأجواءها المتنوعة، سواء كانت أندلسية سواء كانت لأغنية الشعبي، الأجواء حتى البدوي المسامع والمداحات في عدة مناطق. اليوم رايحين ورانا نعيشوا في أغنية الشعبي. نواصلوا سهرتنا حضورنا الكريم مع تاني الفنان اللي راهو يحضر معنا في هذه السهرة. هو رئيس جمعية المنارة لولاية أو لمدينة شرشال. هذه الجمعية اللي هي الأخرى تقيم كل عام في شهر شوال مهرجان في مدينة شرشال، وأيضا قائد جوق جمعية المنارة، وأيضا عازف في عدة أجواق مختلفة. اليوم رايح معنا بأغنية الشعبي فنان وليد الطويل اللي راهو يحضر معنا في الاتصال اليوم. يسحبنا بقصائد مزنوعة. وليد الطويل بزاف الناس يعرفوه باللي يغني غير الاندلس ويكون غير في الاجواء. اليوم عندنا شافوه بالك عندما شافوك تشيخ اليوم زهير على بالك باللي من اليوم غادي تستمتع، غادي تستمتع. اولاها بقصيدة ثلاثة زهوة ومرحة من كلمات الشيخ بن عمار، وتليها مجموعة من الوصلات. نتمنى لكم حضورنا الكريم أوقات ممتعة. Thank you.
Thank you.
الولعت بالقصار هادي يديك ينزل من فوق خدها يا موتى والدار الحار أوقف في ليل وحيد وإذا شمس الضحى تبت على thank you.
والجوع طويلة والعصاكر الكلية جاب الهلمة يوجابيها أعمل ألف ألف سنة والعصاكر حتى الغيال
يا محلى قعدة الحباب عهد
Let's just keep it.
شطحي سعدني ثاني تشرب فشمس
وكنت وزراء وي. نشكر أولتها الحضور الكريم اللي جانا. نشكر الجوف اللي كان معنا اليوم وبقيادة الشيخ تاعنا بكيوي يا ولا الكريم. ونشكر بيان سور على كل حال هو شيخي بديت عنده تعلمت عنده واليوم واش سمعت وما قال لي شويه شويه مي كان واش تعلمت على يده هو شيخي عبد الجليل عبريني اللي هو حضر معنا كنت عنده كل مصاري قولوا 90% تعلمت كل شيء من عنده فوالا هذه الصحة وهذه الصحة اللي قيم فيه وطلعت فيها بزاف صحيح على خوش ان شاء الله.